يا حلوين، وجيت لكم فيديو جديد. بس قبل ما تروحي على الفيديو ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو بنزله. تعملي لايك وكومنت حلو زيك. طبعا الفيديو باين من عنوانه، مشتريات. دي مشتريات بقى العيد، نتفرج عليها مع بعض وتقولولي بقى رأيكم في الكومنتات، حلو ولا وحش. اللبس السنة دي فظيع بصراحة، لانه جاي في وقت خريفي، فولا في صيفي ولا في شتوي، هو في خريفي اللي هو بكم. طب يعني احنا هنعمل ايه؟ احنا مش عايزين كده، بس جبنا حاجات حلوة والحمد لله. تعالوا نتفرج مع بعض، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. حاجة بقى كده، تعالوا نتفرج على طقم زين مع بعض. تعالوا اوريه لكم. جبت له الشميز ده كده، بصوا هو امور قوي، هو قطعتين كده على بعض. ده كده كوت من تحت، وده عليه الشميز ده، بس شكله حلو قوي عليه. معلش الاضاءه هنا مش حلوه شويه، اهو شايفينه. ده كان سعره تمام، هو حلو ليه كابيشو كده من ورا، شكله حلو قوي. قلتله بقى عليه البنطلون ده كده، هو كيوت خالص كده، هو مفهوش اي حاجه، هو فيه بس التقطيعه الصغننه دي، بس شكلهم حلو قوي عليه بصراحه. بس ده كان سعره، مش فاكره، انا مش فاكره اي اسعار. سعره 360 تمام. ده كان طقم زيزو، جبت له عليه الكوتشي ده. ثواني اوريه لكم. جبت له عليه الكوتشي القمر ده، اهو حلو قوي وطالع ترند قوي، وفي منه بناتي وصبياني وكبار وصغيرين، حلو قوي عجبني فجبته له بقى عليه. تعالوا بقى نخش على اللي بعده. وده بقى كده طقم الرداينة تمام. عشان انا ايه معيش هنا ده الريسيت، مالناش دعوة بيه. جبت لها اول حاجة، جبت لها ده طبعا زي ما قلت لكم احنا في وقت مفهوش صيفي. جبت لها ده، شكله امور جدا عليها. بصوا هو كده، ده بيتكشكش كده من الجنب تمام، وهو بكم، بس هو خفيف جدا على فكرة. هو شميس كده وعليه القطعة دي، بس شكله حلو قوي، وهو عليه الرسمة دي كده من على الكم، بس شكله فظيع. هو من تحت كده رسمة الشميس يعني زي بتاعت الكبار بالظبط، فشكله حلو قوي عليها ما شاء الله يعني. ده كان سعره اهو 470. جبت لها عليه الليجن ده، الليجن اسود سيده ما فيهوش اي حاجه، بس هو ده اللي هيليق عليه، واهو سعره 360. جبت لها الطقم ده، انا جبت لها اتنين بصراحه، جبت لها طقمين، ده اول طقم، بعدين جبت لها ده، جبت لها الطقم التاني ده. ده عسول قوي وطالع ترند وموضه فظيعه اهو. هو كده، هو على الكمر كده بالظبط اهو. ده لونه ما عندهاش حاجه خالص اللون ده، وهو بكم. معلش دي بنت اخويا واقفه جنبي. فبص هو من عند الكم كده في الخطين دول، وشكله حلو قوي. جبت لها عليه بنطلون كارجو، طبعا كلنا عارفين الكارجو عامل ايه. جبت لها ده اهو، طبعا الهدوم على بعضها فالدنيا اتكرمشت. جبت لها ده عليه، هو ما فيهوش اي حاجه، هو البناطيل دي طالعه هي فيها جيوب كده من الجنب والتقطيع والحركات دي اهو. استنوا، مش عارفه ده كان سعره كام بصراحه، والتيكت اتقطع. استنى اشوف الريسيت. البنطلون ده كان ب350 وده ب470. فجبت لها بقى الطقمين دول، عشان انتوا عارفين هي دروز بقى وحاجات، فبتحتاج يعني لبس اكتر. جبت لها عليه الكوتشي ده، بصور بايد واحده والدنيا ايه جميله اهو. كوتشي ساده ابيض خالص ما فيهوش اي حاجه، بس اللي هو العالي ده تمام اهو. وده كان برضو ب350. جبتهم لها على بعض. تعالوا بقى نشوف الترنجات والحاجات اللي بعدها. وده بقى ترنج رودينا تمام، هو ذوقها هي اللي اختارته. اوكي
اوكي. سو جميل عليها بصراحة. والبنطلون كده اسود وفي الكلام ده كده من الجنب الحركات دي، واستك كده من تحت. انا بحب البناطيل قوي اللي فيها استك من تحت دي عشان خاطر بتلم الدنيا بقى شكلها حلو. تمام. هو كده في جيبين برضو من هنا شكله حلو قوي عليها. وعليه بقى التيشيرت ده اهو كيوت قوي، وبرده هاي ويست اهو اللي هو القصير مش بيبقى طويل. وعليه بقى الجيب، في الجيب ده وعليه الحركات دي، ومن ورا برده في رسمه كده اهو. فشكله حلو قوي وامور وجديد بصراحه، فعجبني. ده ترنج الوقفه، وده كان سعره اهو مش عارفه جايه ولا لا 660 ترنج ده. تمام. وجبت لها ترنج تاني ده. سو هو البنطلون بتاعه اللي هو الشلستون عارفينه طبعا، طالع منه خروج اهو، شكله حلو قوي برضو. لو رجله بتبقى واسعه من تحت كده وضيق من فوق، هو ما فيهوش اي حاجه، هو كده شكله ولونه. واللون ده برضو عجبني. وعليه التيشيرت ده اهو كده، فشكله حلو قوي. والبنطلون جامد في اللبس بصراحه، حلو قوي اهو. فجبت لها برضو الترنج ده، مش عارفه ده كان عامل 400 تقريبا. ده مالكوا بقى ترنجات زين، ده ترنج زين اهو. ثواني طب نشيل الحاجه دي. جبنا بقى السليبر ده الزين على الترنج اهو، وعايزه كده سبايدر مان ده، فشكله عجبه فجبته له. وداينا جابت السليبر ده برضو، هو مش لون الترنج بس هي تقعد بيه في البيت يعني كده. ده كان ب150 وده برضو ب150. فدول عشان ايه يلبسوهم على الترنجات يوم الوقفة. ترنج زين اهو، هو بنطلون كده عليه جيب من الجنب، وبرضو نفس الفكرة هو سادة مفهوش حاجة اهو. والتيشيرت بتاعه انا حبيت الاتنين يجيب لهم لون واحد بصراحة يوم الوقفة، يبقوا زي بعض يعني لون واحد ده كده. فشكله حلو قوي وعجبني، وعليه جميل برضو قوي. وده كان سعره كام مش فاكرة، استنى اشوف لكم الريسيت. احلى حاجة دلوقتي ان كله فيه ريسيت. فايه ده كان ب420 الترنج ده. جبت له واحد تاني برضه عشان يبقوا الاثنين زي بعض اهو، دي صورته. جبت له بقى اللون ده اهو. بصوا هو كده تيشيرت، اللون ده حلو قوي عجبني، ومش عنده حاجه اللون ده خالص. بصوا بقى في من هنا شايفين جيب صغنن كده شكله قمر قوي، وعليه بنطلون اصفر اهو. بصوا شكله قمر، استنوا بصوا عليه جيب من هنا برضو، شكله حلو قوي عجبني قوي الترنج ده بصراحه اهو. عليه كده الرسمه دي من الرجل، فشكل كيوت. وده كان ب400. بس بقى على اللي بعده ايه تاني. اه جبت السالوبيت دي الرداينة برضو للبيت، هي نفس اللون بالظبط، هي اللي على الصورة دي اهي. هي كانت عايزة سالوبيت كده للبيت ف جبت لها الشكل ده، مش فاكرة سعرها كام بصراحة. طبعا دخلنا محل اكسسوارات عشان التوك والحركات. فرداينا بقى جابت اكياس التوك دي، بتحتاجها قوي اهو، جابت الكيس ده عجبني قوي الباكت بتاعه. وجابت ده برضو جابت، هي جابت 3 تقريبا
جابت الفرشة دي عشان فرشتها اتكسرت، فجبت لها دي. بصوا أمورة قوي. تمام. جابت واحد تاني برضو، جابت تلاتة لان تستهلك التوك دي كتير جدا. جابت حلقان البريسنج عشان هي لسه عاملة بريسنج جديد، فجابت له بقى ايه حركات وكده. جابت التوكة دي، جابت برضو التوكة دي، وجابت التوك القمر دي، عجبوني قوي. كل ده ذوق رودينا طبعا. بصوا اشكالهم حلوة قوي. وده برضو توك عجبها شكل الباكت بتاعه فجابته. فبس ده الحاجات اللي احنا جبناها، وكل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد عليكم. وما تنسوش بقى في الكومنتات تحت تقولولي رأيكم ايه، وتقولولي كل سنة واحنا طيبين. وما تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.